السلام عليكم، اخباركم؟ مساكم طيبين، معكم ابو سلمان اريف. اليوم جايب لكم فيديو رقم 400، فيديو ما هو مميز، ما في شيء يعني جديد، ما في شيء سبيشل، ما في شيء اوه يعني، ما كذا فيديو او فلوج بسيط راح اتكلم فيه عن كم حاجه، بعدين راح اخلص الفلوج هذا وراح اقول لكم ليش ما هو الفلوج او عفوا فيديو رقم 400 ما هو شيء جديد ومميز. اوكي، الشهر هذا او في الفتره هذه او الايام اللي فاتت ما في اي تفاعل بيني وبين مشتركيني في من ناحيه الفيديوهات. يعني مثلا انزل فيديوهات كثيره، كل يوم انزل فيديو، ما في يعني بتفاعل، اقصد الكومنتات، يعني ما عاد في احد ينتقد، ما عاد في احد يعطيني اراء، ما في احد يعني يعطيني نصائح زي اول وكذا. يعني من الشهر اللي راح واللي قبله كان في يعني في كومنتات كثيرة. أنا أكثر شيء يهمني كومنتات، عدد كومنتات اللي تفيدني. يعني أول يعني مثلا واحد قاعد يعطيني شيء، يعني مثلا واحد في الكومنت قاعد يكتب لي شيء أعجبه في هذا الفيديو أو شيء زي كذا، أو شيء ما أعجبه يبغاني أغيره، هذه مرة تفيدني. لكن الحاجات اللي كومنتات اللي ما لها معنى أو ما لها فائدة، هذه يعني ما تهمني، بس أنا ما عندي أي مشكلة إنه يكتبها. المهم بس انه كلايكس والفيفرت هذه ما تهمني. المشاهدات برضو يعني ما يعني صحيح انها ما هي عالية، اتوقع انها الحين حاليا من ال من ال شو اسمه الديزاين الجديد حق يوتيوب، اتوقع مو بس انا، اتوقع كل القنوات الحين ماكلتها من هذا الديزاين الجديد، لان ما ادري شو بالضبط الديزاين، ما ادري، انا تو جايني من كم يوم، ف يعني انا ما عندي مشكله معها، بس ما ادري وش المشكله، ما ادري وش المشكله اللي قاعدين الناس يواجهونها. فاذا عندكم اي مشاكل اعطوني اراكم عن الديزاين الجديد. غير كذا اتمنى امنيتي، بما انه وصلنا الفيديو رقم 400، امنيتي من كل مشترك، من كل واحد مشترك في قناتي وقاعد يتابعني وتابع هذا الفيديو، اتمنى انك تتفاعل معي او تتفاعل مع الفيديوهات. هذا الشيء الوحيد اللي يسعدني او اللي يخليني يعني اواصل كل يوم فيديوهاتي. ما لايكس والفيفورتس يعني ما تاثر، اوكي يعني يمكن تساعدني، بس انا مو مره يعني من اهم اهدافي ومن اهم الحاجات اللي ما اقدر استغني عنها، الحاجات اللي ما اقدر استغني عنها اللي هو تفاعل المشتركين والمشاهدين فيديوهاتي. غير كذا ما مو مره يعني ما اتحمس مع الحاجات الباقيه. فيعني كأني قاعد أنزل لنفسي، ما عاد صارت أن أنزل المشتركين أو للمشاهدين. أنا حتى قلت يعني إنه صحيح حتى لو مثلا يتفاعل معي واحد أو كم واحد يعني مو كثر راح أواصل، بس إنه يعني يعني تخيل يكون عندك خلينا نقول 1000 أو 2000 واحد يتفاعلون معك، الحين ما عاد صار إلا يمكن 10 يتفاعلون معك. ف يعني مستغرب، هل هو من الفيديوهات، او هل هو الفيديوهات اللي قاعد اقدمها حاليا، او هل هو برضو من اللاي اوت الجديد او الديزاين الجديد. فاتمنى يا شباب، امنيتي بما انه وصلنا الفيديو رقم 400، وان شاء الله راح اواصل قد ما اقدر على اني اخلي فيديوهاتي مميزه وحاجات جديده وافكار جديده قد ما اقدر، راح اخليها مميزه وممتعه عشان المشاهد يتمتع ويتابعها. فامنيتي يا شباب انكم تتفاعلون معي وتتفاعلون مع قناتي، لان هذا الشيء يعني مره يسعدني، مره يسعدني. اللايكس والشيرز زي ما قلت شيء راجع لكم، تبغى تسوي لايك عجبك الفيديو وتبغى تسوي لايك اوكي سوي لايك، ما عجبك اتمنى كل واحد ما عجب الفيديو يعطي ديسلايك، اذا عجبك تبغى يعني سوي لايك. لكن فيفرت شيء راجع لك، تبغى تشوف يعني تحطه في الفيفرت عشان تشوفه بعدين، هذا شيء راجع لك. ما احب اغصب احد او اقول تكفى سوي، يعني ما احب اتراجع احد، لانه يعني هذا الشيء راجع للمشاهد، اوكي؟ ف اتمنى تحققون امنيتي، بما انه وصلنا قلتها يمكن 7 مرات، بس لان الشيء مره مزعجني حاليا وخلاني ما عاد صرت اتحمس اني انزل فيديوهات، كاني قاعد انزل لنفسي. فيعني وين ال 5000؟ ما قاعد اشوف ولا واحد، يعني عندي 5000 مشترك ما اشوف ولا واحد فيهم. فيعني هذا مو بأنه قاعد أتمنن عليكم وقاعد ما أدري يعني قاعد أهاوشكم لا مو بكذا، بس يعني زي ما أنا أتفاعل مع المشتركين لو طلبوا مني وكل شيء، أتمنى تفاعلوا معي هذه المرة. المهم كان معكم هو سلمان، متأسف إن الفيديو رقم 400 ما هو فيديو مميز،
بس ان شاء الله فيديو 500 ان شاء الله راح نقرب منه بسرعة، يكون فيديو مرة مميز، وانتظروني الفيديوهات الجاية راح تكون مرة مميزة مرة ممتعة ان شاء الله. بس هذا اللي عندي، كان معكم سلمان مرة ثانية، مع السلامة.